السلام عليكم، لكم العافية يا شباب. بنصحكم نصيحة، أنا واحد من الناس صراحة بجربها. أنا قبل أسبوع يمكن أقل، والله ماني متأكد، والكلام صاير قبل 15 يوم بعد، بس آخر شيء قبل أسبوع تكلمت ويا أبو عبد اللطيف، ولد عبد اللطيف الوزان رحمة الله عليه، واحد من الأساتذة مالوتي. أنا بالنسبة لي وايد استفدت منه بحياته رحمة الله عليه، أبو سهيل بالحمام. شخص عنده ذوق بالحمام من المطيرتية مالوت الأول، وهو كافي له بصمتين بالحمام مالوت أول، يعني مثل نوكيا بالايفون الحين او الاس هذا مالي 22 بالتلفونات. شلون الفرق بين المطيرتيه؟ مع احترام للكل، بوسهيل هو اللي سمى صلفوح للمعلومه هذه، وبوسهيل هو اللي سوى التفنيد وحالات اللوت بالتحكيم. وشوفوا فيلم بشهاده الله يرحمه سليمان دريعي. الطريقه الامريكيه يوم شرحها لي انا بلطيف عبد اللطيف، قال لي يعطون السرمنيلا 20 يوم. سيدة طرت بالي قبل 7-8-9-10 سنين، سيد عبد الله القلاف واحد من الهواة الشماسي الزينة، عنده نوع يعني مستوياته أتوقع وايد عالية اللي عنده، يجيب من أمريكا ما أمريكا ما أدري، أنا ما أعرف الزينة ولا شفتهم أساس لا أظلم بختي. كان يقول اعطي السرمنيلا قبل لا نركب الحمام 21 يوم. ابو عبد اللطيف قام ينبش ينبش ينبش، ولا هالمعلومه الطريقه الامريكيه هم يسمونها، البلجيكان والهولنديين، ترى البلجيكان والهولنديين جعوص بالفلوس يعني ما يدفعون. في ابره تنباع هنا بالكويت بس للاسف ما قاعد توفر. اذا اعطيتها الطير اعتقد الابره سرمنيلا ونيوكاسل يعني برقيبه تغنيك من 21 يوم. انا واحد من الناس انصدت الابره ان شاء الله على شهر 8 الله ان الله احيانا وياكم، حاعطي الحمام حاعطيهم اياها الحمام قبل لا اركبهم اياها. اذا ما اعطيتهم حاعطي الحمام سرمنيلا مو اقل من 10 ايام. يقول لك ليش نظرية الأمريكان، واعتقد النظرية صحيحة، أنا واحد من الناس بجربها. هم يقولون 20 يوم، أنا شفت السيد أول أمسات سولفت وياه قال أقل شيء يعطيهم من 14 من 20 ل 21 19 يوم كذي كان يعطي، ومؤمن فيها وصار له سنين أنا متأكد منها. يقول لك ينظف الـ 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 يعني حق البيض، ينظف الاجسام يعني حق التصميل، الطير يصمل اي صح بس اقوى حق الاقوى الجينات تصير اقوى. اللي بيسمع كلامي يسمعني، اللي ما بيسمع كلامي يدشش من هنا وطلع مني. انا واحد من الناس حجربها، ان صدت الابره حطعم الحمام اللي بفرخهم، وان ما صدت الابره لان شحيحه من الطب بسرعه تخلص، محل بشويخ ما ادري شو اسمه نسيت اسمه زين، بس تقدرون تسالون عنها وتطوف يعني ياخذونها للزينه طايحين فيها، لان اغلبيتهم يبون حمام من امريكا يعرفون النظام الامريكي، مثل انا الحين نظامي بلجيكي او هولندي، نظام الزاجل بالعلاج بكل شيء قاعد اسويه كله نظام البلجيكي او الهولندي. هذه معلومه ما دام الحين اغلبيه الناس تبي تنزل حمام من باب التنزيل، اول ما تنزل حمام اعزلهم 10 ايام 12 يوم 15 يوم، عطهم سرمنيلا صرف وبعدين دخل الحمام. اذا عزله الحمام وايد زينه حق الحمام، هذه خذها مني انا متاكد منها 100%، وان شاء الله الثانيه هم انا متاكد منها. انا ابو عبد اللطيف قال لي لازم تتكلم هالشيء، امانه طلبني حتكلم وانا ما انا حسويها، يعني يا الابره يا عمليه شو اسمه العلاج اللي هو فوق ال 15 يوم. لا حد اللي مو عاجبه الكلام لا يسمع كلامنا، احنا نصايح وكيفكم. انا لا ابيع دواء وحالي حالكم قاعد اشتري دواء، وتوني مبدل السرمنيلا الهولندي، شاري الكنكر الهندي والسرمنيلا من المحل الوطني رحمة الله عليه اللي هو أرلاندو. يلا السلام عليكم.